الابتكار أمر مهم في حياة الناس ومجتمعات الدول المتقدمة كدولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة. حكومتنا الرشيدة أخذت الابتكار كمنهج أساسي ضمن رؤيتها لعام 2021 وكذلك لعام 2071 لمئوي دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه المنهجية تطبق ضمن القطاعين العام والخاص، ولا شك بأن هذه المنهجية دعمت المجتمع في تطوير البرامج بشكل عام. فلذلك الابتكار هو عبارة عن فكر الإنسان والمجتمعات والحكومات في إدخال التطوير والتحديث والعمل على جعل الابتكار ضمن منهجية الحكومات، والحمد لله حكومتنا الرشيدة جعلت الابتكار منهجيتها الأساسية.